هنكمل دلوقتي الابات بتاعتنا الخاصه بالترابل شوتنج بتاع الجراب. لو انتوا فاكرين الجراب كنا اتكلمنا عنه ان هو البوت لودر بتاعنا، وقلنا الجراب ده فيه فيتشرز كتيره قوي زي انه بيسبورت بيسبورت ايه اكتر من اوبريتنج سيستم عندك، ممكن يلود ويندوز، ممكن يلود لينكس او يونكس او ماك، تقريبا اي حاجه يعني. تمام كده؟ طيب كلام جميل. كنا اتكلمنا قلنا الجراب ده بيتكون من جزئين، حاجه اسمها الفيرست ستيج وحاجه اسمها السكند ستيج لو انتوا فاكرين كويس قوي. وقلنا الفيرست ستيج ده موجود فين؟ ها الفيرست ستيج موجود فين؟ موجود في الام بي ار لو انت فاكر كويس قوي. والسكند ستيج قلت لك موجود فين؟ في سلاش بوت. تمام؟ هقول لك النهارده ان في عندنا ستيج كمان ثالثه موجوده هصدمك بيها كده. تعال اقول لك ايه اللي بيحصل عندنا. بص يا سيدي، ادي الديسك بتاعك اهو. قلت لك الديسك في الاول بيكون فيه ايه؟ هنا كده في اول الديسك خالص بيكون فيه ايه؟ ها الام بي ار نفسه. قلت لك الام بي ار ده بيكون من ثلاث اجزاء، بيكون من البارتيشن تيبل، وبيكون من ايه كمان؟ ها البوت لودر اللي هو مين عندنا؟ اللي هو الجراب. ومين كمان؟ ها والماجيك نمبر. قلت لك الماجيك نمبر ده بيستخدم في عمليه الريكفري، ممكن تعتبره كده زي تشيكسم، زي تشيكسم، مش تشيكسم قوي يعني، هو اعتبره زيه دلوقتي. طيب كلام جميل. وقلت لك لو عندك بارتيشن كده لينكس مسطب على البارتيشن الثاني مثلا او الثالث او الرابع، بيكون عندك مثلا ها بارتيشن موجود هنا، البارتيشن ده بيكون فيه ها السكند ستيج. خلاص كده؟ في مشكلة؟ طيب بص كده يا سيدي، ال NBR احنا قلنا مساحته كام؟ ها 512 بايت. وده عبارة عن كام سيكتور؟ بص كده في الطبيعة أصلا لو أنت عملت كده F disk dash L، بص كده السيكتور سايز قد ايه؟ السيكتور سايز 1 سيكتور كام بايت؟ ها 512 بايت. يعني بكل بساطة الايه؟ ده كله كده عبارة عن كام سيكتور؟ واحد سيكتور بس. كل ده كده عبارة عن واحد سيكتور بس. تمام كده؟ طيب حاجة بقى صغيرة كده أقول لك عليها النهاردة جديدة بالنسبة لك خالص. بص لي كده، هتلاقي في عندك كده شوية سيكتورات في الأول كده، أكتر من سيكتور كده في الأول، كلهم كده unused. دي بقى جديدة بالنسبة لك. كم سيكتور تحديدا؟ لحد السيكتور 2047. إيه يا عم ده؟ ده أنت لسه أول مرة تقولنا عليها. أقول لك أيوه، دي لسه جديدة عليك دلوقتي. طيب معنى كده ان اول بارتيشن عندك في الطبيعي ان هو يبدأ من السيكتور رقم كام؟ ها اول بارتيشن المفروض يبدأ من السيكتور رقم كام؟ من اول 2048. طب مين اللي حاجز دول؟ لا، الناس اللي صمموا الام بي ار نفسه، ها عملوا كده في التصميم اللي في الاول هنا كده، يبقى فاضي، يمكن يحتاجوه. طيب هل احنا بنستخدم ده فعليا؟ ايوه بنستخدمه فعليا. ازاي يا عم؟ انا قلت لك اللي بيتكتب في الام بي ار هنا مين؟ الفيرست ستيج بس، صح؟ طيب كلام جميل. بص لي كده، هيتكتب في الحته الفاضيه دي كمان حاجه اسمها ستيج واحد ونص. معنى كده ان الفيرست ستيج دي كل اللي فيها عباره عن ايه؟ ادرس، في عباره عن عنوان كده. فين يا عم ستيج واحد ونص اللي موجوده هنا؟ ستيج واحد ونص فعليا ها فيها ملف بيتعمل له لود وايه كمان، وبيروح يكمل ينده على ها ستيج 2. يبقى ستيج واحد ونص دي ترجع تكمل تنده على مين؟ على السكند ستيج. يبقى انت فعليا عندك كام ستيج موجودين؟ ثلاثة.
ستيج واحد، ستيج واحد ونص، وستيج اتنين. طيب ستيج واحد موجودة فين فعليا؟ ستيج واحد موجودة في الام بي ار هنا. طب ستيج واحد ونص في ال 2047 سيكتور اللي فاضيين هنا. بالمناسبة هما لما صمموه عملوا 2048 سيكتور في الاول فاضيين، اول واحد بس ها لمين؟ للام بي ار نفسه. طيب من واحد ل 2047 قال لك ده ريزيرف، دول فاضيين خلاص كده. حاجه بس هقول لك عليها، لما جيت كده عملت اف ديسك داش ال ديف يا عم اس دي اي مثلا، بص كده لما يجي يحسب اول بارتيشن حسب من السيكتور كام، بص لي كده كويس، ها اوتوماتيك من غير ما تتدخل، من غير ما تكلمه خالص، راح يبدا يعد من مين يا عم؟ من 2048. معنى كده ان من صفر ل 2047 ها ركنوا على جنب، ركنوا على جنب خلاص كده. ها حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل، يبقى الحمد لله فهمنا الحته دي. يبقى كده فهمنا ليه لما بقسم اي بارتيشن او لما باجي اعمل اي بارتيشن على اي ديسك جديد اوتوماتيك يبدا يعد من 2048. طيب الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده برضو حاجه سهله قوي لازم نعرفها، ان تخيل، تخيل انت لما بتيجي تعمل ري انستول الاوبريتنج سيستم جديد، يعني انت دلوقتي كان عندك لينكس وويندوز او عندك لينكس بس، جيت رحت عامل ري انستول وحاطط ويندوز هنا على على الديسك ده، على الديسك ده وليكن على البارتيشن ده يا عم، ويندوز هيعمل ايه؟ هيروح يعمل ري انستول لمين؟ ها مره تانية هيروح يعمل ري انستول للبوت لودر بتاعه. البوت لودر بتاع الويندوز اسمه ان تي لودر، فان تي لودر ده هيعمل ريبليس لمين يا عم؟ ها الستيج واحد بتاعتك دي، ستيج واحد دي بتاعتك هيتحط مكانها مين؟ البوت لودر بتاع ويندوز. طب هتيجي تبوت المكنه دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ويندوز ولا هيعبرك ولا كان لينكس ده موجود. طب الداتا فعليا موجوده؟ اه الداتا موجوده هنا اهي او هنا، بغض النظر انت عامل انستول فين بقى، يعني الداتا موجوده على الديسك، بس ايه اللي حصل؟ البوت لودر ستيج واحد دي مع السلامه طارت خلاص. طيب هل ينفع تعمل رينستول ستيج واحد دي؟ ها هل ينفع تعمل ريكفر الستيج واحد دي؟ ممكن نعمل لها ريكفري؟ ايوه. طب تعمل لها ريكفري ازاي؟ اقول لك الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا. ازاي يا عم؟ قال لك بص تعال اديكوا الطريقه السهله، ماونت كده الاسطوانه بتاع الانستليشن بتاعتك، ماونت الاسطوانه اهي، الاسطوانه عندي كنت جايبها على الديسكتوب اعتقد، سنتوس اهي خلاص كده، اخليها كونكتد، وصلتها بالمكنه، وتعال اعمل ريبوت للمكنه دي كده، وهي بتعمل ريبوت خلي الجهاز يبدا من مين؟ اضغط اف 2 اهون، وهروح لبوت، وهيخلي الجهاز يبدا من مين؟ من السي دي روم المره دي، وهضغط اف 10 عشان اعمل سيف كده. المره دي هيحاول يبدا يبوت من الاسطوانه كاني هعمل انستول، انا مش هعمل انستول، انا مش هعمل انستول خلاص. بس ممكن تضغط كده تيست او ترابل شوت، هروح لترابل شوت كده، هروح لترابل شوت اهون تمام كده، هضغط عليها، في عندك اوبشن هنا كده اسمه ريسكيو اسينتو سيستم، شايفه اهو، هتخش حاجه اسمها الريسكيو مود، هتخش حاجه اسمها الريسكيو مود خلاص، هتختار ريسكيو اسينتو سيستم اهون تمام كده، او عندك حل تاني ممكن تضغط سكيب كده، سكيب كمان مره، وتقول له لينكس ريسكيو حاجه من الاثنين، يا اما تستخدم الجرافيكال انترفيس اللي كان قدامك ده، يا اما تقول له لينكس ريسكيو عندك هنا، حاجه من الاثنين. ها وضعت ده او ده الاثنين هيشتغلوا، ده او ده الاثنين هيشتغلوا خلاص.
اول ما تقول له النكس ريسكيو عندك هنا ايه اللي هيحصل؟ ها ايه اللي هيحصل؟ هيحاول كده يروح يبص على الهارد ديسك بتاعك ده ويشوف هل كان في اي اوبريتنج سيستم، او هل ريد هات او ريل كان انستولد عندك على المكنه. ها هيحاول يشوف هل في كان اي بارتيشن عندك مستخدم للانستوليشن، وهتلاقي كاتب لك هنا كده اساسا بقول لك الريسكيو انفايرمنت هيحاول يديتكت ويعمل ماونت لو لا اوبريتنج سيستم عندك. هيحاول يعمل له ماونت فين؟ في ام ان تي سيس ايمج. خلاص كده؟ ها فمديك كمان شويه اوبشنز. عايز تسكيب الكلام ده وتروح للشيل لو عايز تروح للترمينال على طول، او تكويت هيعمل لك ريبوت اوتوماتيك وقايل لك اهو، او ممكن تعمل له ماشي كمل بس هتعمل له ريد اونلي في الحاله دي مش هتستفيد حاجه. انت المفروض تعمل له ماونت ريد رايت او تقول له كونتينيو. لو قلت له كونتينيو هيعمل لك ماونت ريد رايت. هختار كده رقم واحد اهو، هيروح دلوقتي يحاول يعمل ديتكت ويقول لك ايه، هيقول لك اهو ان السيستم بتاعك بدام لقى سيستم هيقول لك انا لقيته اهو واتعمل له ماونت فين؟ ها في المكان ده سيس ايمج. خلاص كده بيقول لك لو عايز تستخدم الانفايرمنت دي اعمل سي اتش روت من ام ان تي ايمج. عارف شينج روت هنا هيعمل ايه؟ بدل ما هو مستخدم الاسطوانه بتاعتك الاسطوانه دي، ها لما راح عمل لها لود في الميموري، بدل ما هو مستخدمها كروت فايل سيستم بتاعك هيستخدم الروت فايل سيستم الحقيقي اللي موجود على الديسك اللي عمل له ماونت في المكان ده كهو الروت فايل سيستم بتاعك. هو ده اللي انا عايزه، انا عايز استخدم الروت فايل سيستم الحقيقي اللي موجود على الديسك كروت فايل سيستم ليا، مش يستخدم الفايل سيستم اللي عمل له لود في الميموري من الاسطوانه بتاعتي. خلاص كده ماشي. هضغط انتر كده عشان اكمل اهون. لو جيت اقول له كده ls slash mnt sys image، مش ده الفايل سيستم الحقيقي بتاعي، sys image root مثلا كده اهون، مش دي الملفات اللي انا كنت بكريتها قبل كده، يبقى انا محتاج اقول له انا عايز اغير الروت بتاعي من الروت اللي انا موجود فيه دلوقتي اللي هو اصلا معمول لود من الميموري اساسا، اللي هو عباره عن شويه ملفات كانت موجوده في الاسطوانه والسيستم عمل لها لود وهو بيبدا. خلاص كده لايه؟ للفايل سيستم الحقيقي بتاعي اللي هو موجود فين؟ في ام ان تي سيس ايمج. هقول له كده سي اتش روت ام ان تي سيس ايمج كده اهو ال اس روت دلوقتي. ها مش محتاج بقى كل ما اكتب له حاجه اكتب له ايه؟ ام ان تي سيس ايمج وبعد كده اسم المكان اللي كانت فيه ملفاتي. لا خلاص انا كده شكرا، بقيت شايف الروت فايل سيستم اللي على الديسك كروت فايل سيستم ليا دلوقتي حاليا. طيب كلام جميل، فاضل لي اخر خطوه كده وهقول له جراب تو داش انستول. ها الاول لو جيت اقول له كده كمان اف ديسك داش ان، بص لي كده شفت بيج اب كده اطلع فوق هتلاقي عرض لك الديسكس اللي موجوده عندك، شايف اهو تمام كده. طيب كلام جميل، تعال اعمل ايه بقى؟ هقول له كده جراب، قبل ما اعمل اي حاجه ممكن اقول له كده ال اس بلوك. ال اس بلوك كده ها الروت فايل سيستم بتاعي معمل له انستول على انهي ديسك، ها سلاش بوت بتاعي اهو معمل له انستول فين؟ سلاش بوت معمل له انستول فين؟ على اس دي اي واحد اللي هو جزء من مين؟ من اس دي اي. طب انا لما اجي انستول الفيرست ستيج بذمتك هانستول الفيرست ستيج على البارتيشن ولا على الام بي ار نفسه؟ على الديسك نفسه. ها بالعقل كده على الديسك نفسه من بره مش البارتيشن من جوه. خلاص كده؟ طيب يبقى انا لما اجي انستول هقول له ايه؟ جراب تو داش انستول لمين يا عم؟ لديف اس دي اي وليس اس دي اي واحد ولا اس دي اي اتنين. الام بي ار بره خالص بره البارتيشنز، الام بي ار اصلا قبل البارتيشنز، فما تغلطش الغلطه دي. ها ما تغلطش الغلطه دي لما تيجي تنستول الجراب هتعمل انستول الجراب على ها الام بي ار او الفيرست ستيج تحديدا. تمام كده اهون.
عمل له انستول كله تمام، قال لك انستليشن فينيشد نو ايرور ريبورتد. في الحاله دي ممكن تعمل اكزيت كده كده. ما رجعت منين؟ ها، من التشينج روت انفايرمنت دي تاني، رجعت للانفايرمنت اللي معمول لها لود في الميموري من الاسطوانه. خلاص كده لما عملت اكزيت خرجت من التشينج روت اللي هو ام ان تي سيس ايمج، رجعت مره تانيه لمين؟ لللودد ميموري او لللودد اوبريتنج سيستم اللي في الميموري اللي معمول لود اصلا من الاسطوانه بتاعتك. بعد كده اعمل ريبوت كده، والمره دي هضغط اف 2 بعد ما يخلص، واغير ايه؟ البوت بتاعي بدل ما هو كان بيبدا من الاسطوانه المره دي اخليه يبدا من مين؟ من الهارد ديسك، واروح كده اف 10 مره تانيه اهون. ها، قدر يكمل ويعمل لود. معناه كده الانستوليشن بتاعي بتاع الام بي ار ايه اللي حصل له؟ او الانستوليشن بتاع البوت لودر في الام بي ار ايه اللي حصل له؟ ها، تم من غير اي مشاكل، الحمد لله زي الفل. يبقى كده عندك اي مشكله؟ صعبه الحكايه دي؟ حاجه بس عايز اقول لك عليها، ان بعد ما تعمل الكلام ده، بعد ما تعمل رينستول للجراب، ايه اللي هيحصل؟ السي لينوكس، ها، هتروح تعمل ريليبلنج لمين؟ للفايل سيستم بتاعك. خليك فاكر الحكايه دي، السي لينوكس هتروح تعمل ريليبلنج. وكنا اتكلمنا على موضوع الريليبلنج ده لما كنا بن ايه بالريسيت الروت باسورد، فاكر؟ فاكر لما جينا نريسيت الروت باسورد؟ خلاص عمل الريبولينج كله بقى تمام الحمد لله، هيفتح دلوقتي عادي جدا من غير اي مشاكل، والدنيا هتبقى تمام معاك. شكرا، اهو بدأ اهو معاك كل حاجة زي الفل. ها، يبقى دلوقتي لو الفيرست ستيج، لو الفيرست ستيج ضربت منك، تقدر تعمل لها رينستول بسرعه بكل سهوله؟ ها، هو امر واحد بس، هو امر واحد بس، ماشي كده؟ اعتقد الموضوع سهل جدا يعني مش محتاج اي حاجه. طيب الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده او اللاب التاني، ان راح فين؟ تعال كده نحاول نكونكت عليها ريموتلي. لو انت لاحظت قبل كده في اللاب بتاع الريسيتنج الروت باسورد، فاكر اللاب ده لما كنت بروح اقول له ار دي دوت بريك؟ فاكر لما كنت بعمل اديت هنا وبروح لينكس 16 بعد كده اقول له ار دي دوت بريك وكنت بغير الروت باسورد بكل بساطه؟ فاكر كان في حته دين خازوق بيحصل ان اي حد له فيزيكال اكسس على المكنه، اي حد له فيزيكال اكسس اللي بيعمله ممكن يروح عامل ريبوت للمكنه بالشكل ده، ويروح رايح لسطر بتاع او يروح رايح للجراب يعدل مين؟ ها، يخش اديت للجراب يعمل اضغط اي ويروح لينكس 16 وهوب ار دي دوت بريك، يخش روت يريبوت المكنه او يعمل تشين يغير الباسورد اوتو ريبل، وكده بقى مع الروت اكونت بتاعك بتاع المكنه، وانت كده بالسلامه يا معلم. طيب انا عايز احط باسورد للجراب ده، اي حد يحاول يعدل فيه، اي حد يحاول يعدل فيه لازم يقول له اديني اليوزر نيم والباسورد. ها، ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي. فتعال نبوت المكنه عادي جدا، وتعالى نعمل ايه؟ نعمل اللاب ده. حاجه زي كده انا ممكن اعملها بطريقتين، حاجة زي كده أنا ممكن أعملها بطريقتين، خلاص كده؟ أه ممكن لو له أكسس على الأيلو ممكن يعملها عن طريق الأيلو برضو. عشان أنا أحمي المكنة دي، عشان أحمي المكنة دي عندي حل أظرف من الكلام ده، إن أنا أحط باسورد للجراب لما حد يحاول يعمل له إيديت. طب أعملها إزاي؟ هقول لك على طريقتين، واحدة سهلة وواحدة مانيوال، تمام كده؟ هقول لك على طريقتين، واحدة سهلة وواحدة مانيوال، خلاص؟
عندك امر كده اسمه جراب 2 داش ام او ست صح؟ ست باسورد. عندك جراب 2 داش ست باسورد، خلاص كده؟ هتستخدم الامر الظريف ده كده، هيقول لك ايه الباسورد اللي انت عايزها؟ اهو يا عم. تمام كده؟ طيب، بعد ما تقول له سيت باسورد، اعمل مرة تانية ريجنريت لمين؟ ها؟ اعمل ريجنريت لمين؟ لملف الجراب، فاكر؟ جراب 2 داش mk config داش o سلاش بوت جراب جراب 2 جراب دوت سي اف جي، اهو. اعمل ريبوت بقى كده، دي الطريقة السهلة. وتعالى بقى كده شوف اي واحد حب يستهبل كده، بص لي كده لو جيت اعمل ايديت، بص قال لي ايه لو جيت اضغط ايه، ها بص كده لو جيت اعمل ايديت ايه اللي حصل، قال لك اداني الروت. بص لو جيت دخلت له اهو اي اسم كده، بص ايه اللي حصل، ما قبلش مني اي حاجه لان دخلت له الباسورد غلط. طب ايديت تاني كده، المره دي ادخل له باسورد صح، بص ايه اللي حصل، ها سمح لي المره دي ان انا اعدل، ايوه لان دخلت له يوزر نيم وباسورد صح. وضحت؟ وضحت؟ ها في مشكله؟ طيب تعال نفتح تاني واقول لك لما انا استخدمت الامر ده ايه اللي حصل. لما انا استخدمت الامر ده ايه اللي حصل؟ نكونكت مرة تانية بقى كده، هتلاقي عندك ايه يا سيدي؟ يلا يا وحش انجز. عارف ايه اللي حصل هنا؟ حد خد باله ايه اللي حصل؟ ها؟ حد خد باله ايه اللي حصل؟ باجي اعمل اس اس اتش ما بيشتغلش، عارف ليه؟ حد فيكم فاكر ليه؟ انا من شويه قلت له هنا في الملف البايوس ديف نيم ها بزيرو صح؟ والنتورك انترفيس نيم بايه برضه؟ بزيرو، بس اللي حصل ان انا لما عملت ريجينيريت لملف الجراب ايه اللي حصل؟ تعالى كده لس كده لاي تي سي جراب جراب 2 دوت كونفج، بص كده انزل 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 انزل، فين السطر لينك 16 اهو، بص لي كده ايه اللي حصل للسطر ده، خدت لي بالك؟ معنى كده ان انت لما جيت ها لما عملت ايه، تعال نكبر الكلام ليكوا كده عشان عينيكوا ما تفقعش، لما جيت عملت ريجينيريت مره تانية الملف الجراب ايه اللي حصل؟ مسح مسح مين؟ مسح الكلام ده. فاكر لما قلت لك اي حاجه عايز تعمل لها سيف في الملف ده دايما كل مره تعمل جنريت تحطها فين؟ في اي تي سي سيس كونفج جراب، فاكر؟ فاكر يا حاج؟ سلام، يبقى المفروض كنت تيجي في الملف ده مش تعدل في ملف الجراب مباشرة، تيجي هنا كده وتقول له بايوس ديف نيم ايكوال تو زيرو، بعد كده ايه كمان؟ نت دوت انترفيس نيمز ايكوال تو زيرو، سيف الكلام ده، بعد كده اعمل ريجنريت لملف الجراب عشان تبقى الدنيا عندك تمام.
ريبوت كده وتعالى نجرب. خدت بالك؟ اعتقد احنا ماشيين النهارده بسيكونس ايه زي الفل. تعالى كده اعمل ايديت. ها لسه بيطلب باسورد، تعالى كده ادخل له باسورد غلط ما اشتغلش، اعمل ايديت تاني هدي له باسورد صح اشتغل. طيب كلام جميل، هشتغل عادي جدا. وتعالى شوف الانترفيس نيمز ايه اللي حصل لها، هل رجعت لاصلها مره تانيه ولا. تعالى كده نبنج على المكنه. اهو البنج بدأ يشتغل، اهو المكنه قامت والبنج بدأ يشتغل. تعالى كونكت عليها اس اس اتش. ها شغال تمام. يبقى لما تحب تعدل حاجه للجراب وعايز الحاجه دي تعمل لها سيف بشكل بيرمننت، تعدل فين يا معلم؟ في سيس كونفج. ما تنساش الحكايه دي، ها ما تنساش الحكايه دي، خليك فاكر خليك فاكر. او لما هتعدل بكل بساطه عدل في اي تي سي، اي حاجه هتعدلها في سلاش بوت على طول. اول ما تيجي تعمل ريجنريت الملف في الجراب مع السلامه بيختارت. انما لو عايز سايف الكلام ده حطه في اي تي سي، لانه بيعدي على الملفات اللي في اي تي سي الاول يشوفها وياخد منها كل حاجه مكتوبه ويسيفها في مين؟ في سلاش بوت. طيب حلو جدا كده الاكسرسايز ده بالنسبه لنا زي الفل. طيب الامر بقى اللي احنا عملناه من شويه ده، تعال نرجع كده بسرعه. فاكر الامر ده جراب 2 داش سيت باسورد بيعمل ايه؟ الامر اللي اسمه جراب 2 سيت باسورد ده بيعمل ايه؟ الامر ده هيكريت لك ملف موجود في بوت جراب 2 اسمه يوزر دوت كونفج. بص لي كده ال اس كده داش ال اتش للملف ده. بص الملف ده اتكريت امتى بالله عليك؟ بص الملف ده اتكريت امتى؟ لسه دلوقتي حالا، من 7 دقايق ولا من 8 دقايق لما احنا كنا لسه عاملينه حالا. شفت بقى؟ طب الملف ده ايه اللي موجود فيه؟ الملف ده ايه اللي موجود فيه؟ كل اللي موجود فيه بارامتر بسيط جدا، جراب تو باسورد ايكوال تو ها جراب دوت مش عارف ايه كده دوت شا 512 كذا 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 كذا. هو ايه يا عم بي بي كي دي اف 2 ده؟ ايه الكلمه دي؟ الكلمه دي معناها ايه؟ بكل بساطه الباسورد بتاعه الجراب بتكون عباره عن هاشد باسورد. خلاص كده؟ عباره عن هاشد باسورد. طيب تعالى هنا كده، مين بقى المعلم ده؟ مين ده بالظبط بقى كده؟ بيقول لك البي بي كي دي اف 2 ده عبارة عن أو هي اختصار لإيه؟ باسورد بيزد كي درف. المثال عليها كان إيه؟ هديك مثال عليها بسرعة كده. اللهم صل على النبي، أوصل لك إزاي دي؟ أيوه أنا عارف إن هي هاشد، أنا عارف إن هي هاشد، بس كان في مثال. استنى بقى عليا كده بس مش عارف اوصلها لك ازاي، مش عارف اوصلها لك ازاي. لا احنا لسه ما دخلناش في الار اس اي، لسه ما دخلناش في الار اس اي ولا حتى نخشها في التراك ده، لسه في التراك اللي جاي مش عارف. بص خليها لما نوصل لها، لما نيجي نشرح الار اس اي، لما نيجي نشرح الار اس اي ان شاء الله ونتكلم على البابليك كي والبرايفت كيز، ها هبقى اشرح لك او هرجع الحته دي تاني ان شاء الله، يعني حد بقى يفكرني ارجع لها تاني. المهم بكل بساطه ان لما بتيجي تعمل جراب تو سيت باسورد بيكريت باسورد ايه؟ بيكريت باسورد ايه؟ هاشد، هاشد باسورد، وان واي هاش، وان واي هاش. يعني بكل بساطه انسى ان حد يقدر يرجعها تاني لاصلها، وبيستخدم 160 بت اهو، بيستخدم 160 بت ماشي، يعني سكيورد بشكل كبير جدا، يعني سكيورد بشكل كبير جدا. خلاص كده. طيب ما علينا.
الحاجة اللي بعدها كمان، الوان واي هاشد ما بتعرفش، ما بتقدرش تعرفها عن طريق اي برنامج. مش كلهم طبعا، في منهم اللي اتضرب النهارده، بس معظم الوان واي هاشد انساهم خلاص. وبعدين دي شا 512، شا 512 دي يعني بص حلني بقى على ما حد يوصل لها. الشا 1 لسه مضروبه ما فيش من كام شهر. الحمد لله. الشا 2 دي عباره عن زي دي فاكتو ستاندرد دلوقتي حاليا لمعظم البراوزرز عشان الاس اس ال سيرتيفيكتس. دي الشا 2 انت بتستخدم الشا 512، تخيل. انا بقول لك الشا 2 دي بقت شبه دي فاكتو ستاندرد البراوزر. بتستخدم 512 يعني بص اعتقد يعني هيبقى صعب جدا ان حد يفكها بالسهوله اللي انت متخيلها دي. خلاص يرحمنا ويرحمكم يا سيدي. طيب يبقى انت لما كريت، او اسف، لما عملت الامر اللي اسمه سيت باسورد ده، راح رايح مكريت الملف ده. مش كده وبس، مش كده وبس، ده راح رايح معدل ملف اللي اسمه بوت، اسف، جراب 2، لا بوت جراب 2، كان عندك ملف اسمه جراب دوت سي اف جي، جراب دوت كونفج. راح رايح معدل مين يا عم؟ فوق كده اطلع لي، اطلع لي فوق، بص كده، راح رايح ضايف لي السطرين دول كده في اول الملف. عمل لي اف ستيتمنت اهي اللي بيقول لك لو لقى الملف ده هيست باي ديفولت، هيست اليوزر اسمه ايه؟ ها هيست اليوزر اسمه روت اوتوماتيك، وهيحاول يلود مين يا عم؟ الباسورد منين؟ هيحاول يلود الباسورد منين؟ من الملف اللي اسمه يوزر دوت كونفج ده. شفت بقى؟ شفت؟ ها؟ طيب عايز اقول لك على معلومه بس كمان زياده، عايز اقول لك على معلومه زياده، خلينا نخرج بره الكورس شويه. ان الجراب بيسبورت هاشد باسورد او انكريبتد باسورد، بروتكتد باسورد بكل بساطه، وبيسبورت البلين تكست باسوردز. انا مش بركومندها، انا مش بركومند تستخدم حاجه زي كده، انا مش بركومند تستخدم حاجه زي كده اطلاقا. خلاص كده. بس ممكن تعمل ايه؟ لو عندك اكتر من يوزر، لو عندك اكتر من يوزر، خلاص تعال اقول لك على الطريقه الثانيه. يعني تعالى كده بص، تعالى امسح لك الملف الغلس ده، ار ام كده سلاش بوت جراب 2 اللي كان اسمه يوزر دوت سي اف جي ده، ايوه امسحه، وتعالى شغلك بالطريقه المانيوال بقى، بالطريقه المانيوال سي دي كده سلاش اي تي سي جراب 2، او بلاش جراب 2، جراب دوت دي. هتلاقي في عندك ملف كده اسمه، لا مش انا برضو، فيم كده، فين فين فين، يوزرز ده. روح كده ملف اللي اسمه يوزرز ده 01 underscore users. خلاص بص لي كده، حد فيكم شايف ايه اللي موجود في الملف ده؟ ها مش ده نفس الكلام اللي كان موجود في ملف الجراب دوت كونفج من شويه؟ ها مش ده نفس الكلام اللي كان موجود في ملف الايه يا سيدي؟ هو ده الكلام. تعالى بقى كده امسح لي الكلام ده، مش عايز ده ولا عايز ده ولا ده. ممكن اجي هنا كده كمان امسح الفاي دي ودي كمان، واعمل ايه هنا؟ تعالى احط لدي كده كومنت. قبل اي حاجه كده، قبل اي حاجه، تعالى كده كابي الملف اللي اسمه 01 يوزرز دوت لسلاش روت، ناخد منه نسخه احتياطي بس لا اكتر ولا اقل. ماشي. تعالى هنا كده وهقول له يا سيدي الباسورد بتاع الراجل اللي اسمه روت خليها لي اسمها ريد هات. ايه رايك في الحكايه دي؟ يبقى انا كده هستخدم بلين تكست باسورد، بلين تكست باسورد. خلاص كده. طيب بص لي كده، تعالى كده اعمل تاني بعدها ام كي كونفج كده،
هعمل ريجنريت مره تانية ملف الجراب دوت كونفج، وتعالى بقى كده افتح ملف الجراب دوت كونفج ده كده اهو. بص لي كده ايه اللي اتحط في الملف دلوقتي، بص لي ايه اللي اتحط في الملف. طبعا انا مش بحب الطريقه دي لسبب واحد، ان ايه اللي موجود فيها؟ ها الباسورد بتاعتك بتبقى بلين تكست، الباسورد بتبقى بلين تكست. تعال نجربها واقول لك تحمي نفسك ازاي، تعال نجربها واقول لك تحمي نفسك ازاي. خلاص تعال هنا كده، بص لي كده دلوقتي لو جيت اعمل ايه، بص برضو ايه اللي حصل. ها سالني على باسورد برضه اهو، تعال ادخله كده باسورد اي باسورد، واحده غلط ها طلع اداني على وشي، اديها له صح ها اشتغل اهو اشتغل. طيب كلام جميل، تعالى كده اضغط انتر هنا وتعالى نكمل. عايزك تحمي نفسك مش كده وبس، تعالى نكبر الموضوع اكتر. الاول تعالى اقول لك تحمي نفسك ازاي، وتعالى نكبر الموضوع اكبر بقى كمان، تعالى نكبر الموضوع بشكل اكبر يعني. ماشي، ازاي تحمي نفسك من الموضوع ده؟ خلي او اعمل جنريت لباسورد واديت بنفسك الباسورد دي في ملف. يعني ايه بقى؟ يعني تعالى كده هوريك، تعالى كده هوريك، تعالى نكونكت كده على السيرفر ده مره تانية. في عندك امر كده اسمه جراب 2 داش ام كي باسورد داش بي بي كي دي اف 2، هستخدمها عشان اعمل جنريت لباسورد عندي. بص شايف اهي، هاخد دي كده كابي اهي، هاخد الهاش باسورد دي كده كابي، وبعد كده اعمل ايه فيم كده اي تي سي جراب 2 لا جراب دوت دي 01 يوزرز، وهاجي هنا كده يا عم واقول له بدل الباسورد ما شكلها عقيم كده وظاهره قدام الناس، انا هعمل ايه؟ انا هخبيها. فاضل لي بس حاجه تانية كانت ايه؟ فيم 01 يوزرز ده، بص كده الباسورد بتاعتك بتستخدم انهي الجوريزم، شايف؟ ها انهي طريقه في ان هي بتنكريبت الباسورد دي؟ بي بي كي دي اف 2. خلاص كده وصلت، خلصت كده. فين سبعة دي يا مهاب اللي قصدك عليها؟ فين سبعة دي؟ خلصنا كده، هعمل ريبوت كده وتعالى اعمل ايه، اخش تاني على المكنه. بص لي كده لو جيت اعمل ايه، بص ايه اللي حصل. تعالى احط له كده روت وادي له اي باسورد غلط، ها اشتغل. لا اداني على وشي بالقلم وقال لي العب بعيد يا ابني انت من هنا، يلا عايزين نرش ميه. طب تعالى اعمل له ادي له باسورد صح دلوقتي، ها اشتغل مظبوط، اشتغل مظبوط الحمد لله. تعالى كده نضغط بقى ون ايه ونخش على المكنه. يبقى لو عايز احميه هل ممكن اعمله؟ طيب تعالى بقى اكبر الموضوع واديك تاسك اعلى. طبعا الكلام ده كله مش عليك في الكورس يعني، بس يعني انا بحاول اطلعكوا ادمنز يعني بكل بساطه. عايز محدش يقدر يفتح الاوبريتنج سيستم ده نفسه الا لما يدخل لي يوزر نيم وباسورد. ايه رايك في الحكايه دي يعني؟ تعال نصعب الدنيا اكبر يعني، تعال نصعبها اكتر. عايز محدش يقدر ها يعمل ايه؟ يفتح الاوبريتنج سيستم ده الا مجموعه يوزرز بس. ها نعمل تاسك زي دي ولا لا؟ مش جروب، مجموعه يوزرز بس. يعني تعالى عندي هنا كده، تعالى
انا عايز اعمل يوزر اسمه احمد، واخلي احمد ده هو اللي يقدر يعمل ايه، يفتح الجراب، بس مش يفتح الجراب، يفتح الانتري دي في الجراب. يعني هو اللي يقدر يبدا الانتري دي بس. يعني مثلا تخيل انت عندك كده، تعال بص كده عندي عشان تفهم انا عايز ايه، عشان تفهم انا قصدي ايه. بص لي كده، انا عندي الجراب هنا موجود اهو. الجراب ده بيلود في السطر الاول ريد هات انتربرايز لينوكس مثلا، في السطر الثاني مثلا عندك ويندوز 10، في السطر الثالث وليكن عندك سولاريس، عندك ثلاثه اوبريتنج سيستم. في مشكله كده؟ انا عايز اليوزر اللي اسمه احمد هو اللي يبدا ده، واليوزر اللي اسمه علي هو اللي يبدا ده، وهكذا. ايه رايك؟ ممكن نعمل لاب زي ده ولا الدنيا كده صعبت عليكم؟ مش عارف، حاسس ان انتوا نايمين قوي. ها اعمل ولا ايه؟ طيب بص، الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا. تعالى هنا كده نكونكت على المكنه دي، هاجي هنا كده وهقول له جراب 2 داش ام كي باسورد اهيا، وبرضه هاخد الباسورد بتاعتك دي اهيا اهي برضه، ماشي كده. وهفتح الملف اللي موجود في اي تي سي جراب دوت دي، كان اسمه 01 يوزرز. وهاجي هنا كده وهقول له افتح لي الكلام ده، وهاجي في الاول وهقول له مين يا عم؟ الباسورد المره دي بس بتاع الراجل اللي اسمه مهاب كذا، ماشي. في مشكله كده؟ يبقى انا كده عملت يوزر اسمه مهاب وقلت له الباسورد بتاعتي ايه اهيا، ماشي كده. طيب فاضل لي حاجه بس، فاضل لي اخر خطوه بس هنا كده، هقول له فيها ايه يا عم؟ الملف بتاع الجراب دوت كونفج، هروح جاي هنا، شايف هنا يا سيدي هتلاقي عندك، هتلاقي عندك سطر هنا كده اسمه ايه؟ السطر ده هتلاقي كده عندك بيبدأ بإيه؟ أو مش بيبدأ، هتلاقي في أوبشن كده اسمه unrestricted. عارف unrestricted ده معناه إيه؟ معناه ان اي حد ممكن يبدا ها الانتري دي، اي حد ممكن يبدا الانتري دي، خلاص كده. طب لو ما حددتلوش اي حاجه، لو ما حددتلوش اي حاجه معناها ايه؟ معناها ايه؟ واضح جدا ان ما حدش هيقدر يبدا الانتري دي الا السوبر يوزر فقط. انا قلت له عندك السوبر يوزر من شويه كان مين؟ كان الروت. يبقى كده لو حد، اي حد حاول يبدا الانتري دي لازم يدخل الروت يوزر نيم والروت باسورد، غير كده ما يقدرش. طب لو عايز اقول له خلي الراجل مهاب من حقه ان هو يفتح الانتري دي، هقول له كده داش داش يوزرز مين يا عم؟ مهاب اهو، خلاص كده. تعالى كده نعمل رايت وكويت، وتعالى نعمل ريبوت كده ونشوف ايه اللي هيحصل. مفيش ورانا حاجة. بص لي كده، جيت اعمل ايه؟ راح قايل لي انتر يوزر نيم، هقول له مثلا مصطفى، والباسورد اي باسورد، مرضاش ما قبلش مني. طب اديت مرة تانية مهاب، والباسورد بتاعتي اهي برضه ما قبلش، اكيد في غلطة. طب بص، لو قلت له كده روت روت وريد هات هيقبل،
لان الروت هو عباره عن ايه دلوقتي؟ ها الروت عباره عن ايه؟ الروت سوبر يوزر صح؟ هيشتغل معاك صح؟ هيشتغل بس لسه في غلطه، انا عايز اليوزر الفلاني بس، ها اليوزر الفلاني بس هو اللي من حقه ايه؟ ياكسس الانتري دي، مش من حق اي حد تاني. ماشي؟ طيب تعالى كده نضغط انتر نفتح ونمسك الغلطه دي كانت فين؟ تعالى نمسك كده الغلطه دي كانت فين؟ لا الروت مش ديفولت، انا عملت ديكلير للروت، لو انت فاكر من شويه كده لو رجعت تاني للملف كده اهو. طيب يا عم كونكت اس اس اتش بدل وجع الدماغ ده. لو تفتكر من شويه ذم كده اي تي سي جراب دوت دي، ايه تاني كان اسمه زيرو واحد يوزرز، شايف كده؟ عارف كانت الغلطة ايه؟ ان انا بعد ما عملت الملف ده المفروض كنت اعمل ايه؟ اعمل ريجنريت للملف ده، عارف ليه؟ ها ليه؟ لانه هيروح في الملف ده ويديله الانتري بتاعت مهاب صح؟ خلي بالك لما تيجي تعمل ريجنريت للملف تاني ايه اللي هيحصل؟ برضه هيعمل ايه؟ هيعمل اوفر رايت للملف ده، فانت هتيجي هنا لازم ترجع تقول له داش داش ها يوزرز مهاب. تعال كده نجرب، تعال نرجع للمكنة بتاعتنا اديت كده، تعال اخش بمهاب. برضه ما قبلش. طيب ها حد مسك المشكله فين؟ ريجنريت تفتكر؟ تفتكر؟ ها تعالى كده نكونكت. تعالى ارجع كده، لو بصيت للملف اللي اسمه 01 يوزرز ده هتلاقي في الوقت الاثنين يوزرز موجودين، بس مين السوبر يوزر؟ الروت اهو صح؟ مهاب موجود اهو. طيب نرجع مره تانية، لو رجعت للملف اللي اسمه جراب دوت كونفج هل اتعمل له جنريت والكلام ده اتحط جواه؟ ايوه اتعمل له جنريت والكلام محطوط جواه. طيب هل بيشاور على اليوزرز؟ ايوه. بس ثانية واحدة، بس ثانية واحدة هقوم ألزق للرجالة لأنهم عمالين بيتشكلوا في بعض، معلش ثانية واحدة وأرجع لكم، هلزق للرجالة اللي جوه دي عشان بيلزقوا في بعض، ثواني. طيب نكمل كده ماشي. ها يبقى دلوقتي نرجع تاني كده، أنا دلوقتي عملت أو كان عندي يوزر روت من المرة اللي فاتت موجود وزي الفل، عملت يوزر تاني اسمه مهابة هو، خلاص خليك فاكر دايما إن أنا السوبر يوزر اللي عندي هو مين؟ ها هو الروت. اليوزر التاني اللي عملته اسمه مهاب اهون، واديته الباسورد اهي، والباسورد بتاعته شا 512 مفيش مشاكل. وايه كمان؟ وجيت هنا في الانتري دي قلت له مين اللي اكسسها؟ مهاب. عارف الغلطه في ايه؟ امسك امسك بص مش محتاجين حاجه زي كده، اديله الاسم على طول. تعالى كده نجرب رايت كويت، تعالى نعمل ريبوت كده. تعالى اعمل ايديت كده، هدي له اي يوزر غلط هيطلع يديني على وشي. ايديت كده طيب تعالى اعمل ريجنريت بس للباسورد دي،
من الواضح ان انا كاتبها غلط او في حاجة غلط عندنا، نعمل لها ريجنريت بس كده بسرعة. يلا وحش اهون grab 2-mk password اهي. وتعالى كده نعمل ايه etc grab .d هنعمل كده mk config بعد كده etc grub grub2.config كده وتعالى بدل unrestricted دي نقول له داش داش users مهاب نطلع فوق كده نتأكد ان هو موجود. ايوه مهاب موجود اهو رايت وكود كده تعالى اعمل ريبوت كده ونجرب. اهون اديت هنا برضو مش شغال لسبب ما مش شغال لسبب ما مش شغال. طيب تعالى كده في اكيد عندنا غلطة هنا بدل العذاب ده كده تعرف كده على جراب 2 باسورد او جراب 2 منيو انتري كده بتاع اليوزرز وتعالى نشوف ايه اللي موجود هنا. نفس اللي احنا عملناه بالظبط داش داش يوزرز وبعد كده اسم اليوزر من غير اي مشاكل. تمام تعالى نخلي الموضوع ابسط ونجرب نشوف المشكله في الانكريبتد باسورد ولا المشكله في ايه بالظبط. تعالى نخلي الموضوع ابسط شويه عشان نمسك المشكله فين. طالما السنتاكس بتاعنا مظبوط نمسك بقى المشكله دي. تعالى كده يا سيدي نفتح يوزرز ده تعالى هنا كده اقول له باسورد بتاعت مهاب دي وخليها بلين تكست وتعالى نعمل ريجنريت مرة تانية etc grub2.config
اعيد المنيو انتري بتاعتي اهين. داش داش يوزرز مهاب رايت كود كده وتعالى نعمل ريبوت نتاكد اديت كده مهاب طيب ماشي هي مش شغاله طيب ماشي خليها ما اشوفها ليه مش شغاله لان انا متاكد الكونفيجريشن صح انا مجربها قبل كده وكانت شغاله معايا لسبب ما معرفش مالها يعني لا الدوكيومنتيشن بتاع ده تعين كويس فتح ايوه جراب تو باسورد بروتكشن اهون حلو جدا نفس اللي احنا عملناه نفس اللي احنا عملناه بالملي مش اي اختلاف فيه لا مش شايف اي مشكله في اللي احنا عملناه طيب ما علينا ما علينا هجرب اللاب ده عشان ما اضيع وقتكم على الفاضي هجربه بكره كده مع نفسي واشوف ليه في مشكله فيه واحلها خلاص نرجع تاني اللاب ده بكره ان شاء الله بس قبل امشي بس اخر حاجه خالص احنا كده خلصنا الريانستليشن بتاع الجراب ده خلص الحمد لله ان الست جراب باسورد خلص كمان الحمد لله برضو ترست الباسورد بتاع الجراب والروت ديسيبل الت كنترول دي عملناها الحمد لله برضو اهون فضلنا بس ترست الباسورد بتاع الجراب والروت اكونت دلوقتي لو انت نسيت الباسورد بتاع الروت ونسيت الباسورد بتاع الجراب كمان خلاص ها نسينا الباسورد بتاع الروت وبتاع الجراب لسه عندك طريقه تريستوري الكلام ده كله ايوه لسه عندك طريقه تريستوري الكلام ده ازاي يا عم قال لك بس ثانيه واحده اعمل كونكت الاسطوانه بتاعتك في المكنه واعمل ريبوت للمكنه دي اهو عملنا ريبوت للمكنه دي اهيا هخلي المكنه تروح تبدا من الاسطوانه اهو هروح من سي دي روم هسيف الكلام ده بدات من الاسطوانه هروح للريسكيو مود في عندك ترابل شوتنج اهو في عندك ريسكيو مود بتاعك هتبدا الريسكيو مود وبمجرد ما تبدا ايه اللي هيحصل ها هيحاول يشوف الفايل سيستم بتاعك فين يحاول يعمله ديتكت كده اوتوماتيك ويسالك عايز تعمله ماونت ريد اونلي ولا ماونت ريد رايت ولا تاكزت اصلا من الكلام ده كله ولا تاخد شل ها في حالتي الطبيعيه هحاول اعمل ايه هكونتينيو عشان يعمل ماونت ريد رايت خلاص كده فهقول له واحد كده كده هيحاول يديتكت الفايل سيستم اعمل له ماونت ريد رايت عندك لا اهون هضغط انتر عشان اروح الشل هقول له كده سي اتش روت سلاش ام ان تي سيس ايمج دلوقتي انا نسيت الباسورد بتاع الجراب ها بكل بساطه هروح اعمل ايه هروح فاتح كده فيم بوت ها مين يا عم تاني بوت جراب تو جراب دوت كونفج وبعدها ايه هتلاقي عندك كل سطور بتاعه الجراب هنا اهيا روح هنا كده امسح السطور اللي ملهاش اي لازمه ديا اللي فيها الباسورد خلصت كده رايت وكويت وبعد ما تخلص اعمل ايه ها اعمل ريبوت طبعا مش هتعرف تعمل ريبوت لازم تعمل اكزيت الاول وبعد كده تعمل ريبوت اهو ايه اللي هيحصل كده دلوقتي انا شلت الباسورد الاولانيه من على الجراب خلاص كده الحمد لله خلصت انا نسيت بس ايه اخلي الاسطوانه ده ما تبداش في الاول والجهاز بيبدا هروح كده اقول له ارجع بعد كده يا عم ابدا من مين من الهارد ديسك بتاعك
اف 10 اهو، رجعنا. اللي بعده لو جيت عملت ايديت دلوقتي هلا هيسألني على اي باسورد؟ ها خلاص ما عادش بيسأل على اي باسورد، خلاص روح للسطر اللي فيه لينكس 16 دون، وروح في الاخر هنا كده قول له ايه ار دي دوت بريك، فاكر ار دي دوت بريك؟ وكمل الريسيت الباسورد بتاع او ريسيت للباسورد بتاع اليوزر عادي جدا من غير اي مشاكل. فاكر لما كنا بنريسيت الروت باسورد؟ تقلي احنا قتلنا الموضوع ده، عملناه اكتر من مره وخلاص يعني. ها يبقى انت كانت مشكلتك في مين في الاول؟ ان انت اصلا معكش الباسورد بتاعت الجراب نفسه، صح؟ ماشي كده؟ هتقولي معنى كده ان لو حد معاه فيزيكال اكسس لسه ممكن يخش باسطوانه بتاعت بوت، ها ببوتابل ديفايس عندك سواء اسطوانه او فلاشه، يريبوت المكنه يبدا من الاسطوانه يشيل الباسورد بتاع الجراب بعد كده يخش يغير باسورد الروت؟ هقول لك ايوه، لان الراجل ده له فيزيكال اكسس. معنى كده مطلوب منك كروت تعمل ايه؟ مطلوب منك كروت تسكيور الاكسس بتاع المكنه دي. يعني كنت تروح على البايوس اصلا وتقول له محدش يقدر يعدل في السيتنجز بتاعتك يا بايوس الا باليوزر نيم كذا والباسورد كذا. طبعا هيسمح لك بيوزر نيم وباسورد في الادفانسد بايوس بتاع السيرفر، انما بالبايوس بتاع ديسكتوب ماشين هيطلب منك باسورد بس. يعني كان المفروض منك تعمل ايه؟ تروح للبايوس وتحط باسورد لمين؟ للسيت اب. اي حد يحب يعدل في البايوس لازم يروح لمين الاول؟ للبايوس، يديله الباسورد عشان ايه يقدر يعدل فيها. يعني لو واحد دلوقتي معاه بوتابل ديفايس هل هيقدر يعمل منها بوت؟ لا ما يقدرش يعمل منها بوت، خلاص مع السلامه. ماشي كده؟ طيب ممكن واحد يعمل حركه قاسيه، يجي يسرق الديسك بتاعك، ياخد الديسك كله ويوصله على مكنه تانية ويبوت من المكنه التانية دي. اه ده حل، ممكن يعمل حاجه زي كده. طب هل انا اقدر احمي نفسي؟ اه ممكن تقدر تحمي نفسك. طب ازاي في الحاله دي؟ في الحاله دي لازم تعمل انكريبت للديسك بتاعك. وصلت؟ في الحاله دي لازم تعمل انكريبت للديسك بتاعك، وهعلمك ان شاء الله في كمان كام درس كده ازاي تعمل انكريبت للديسك بقى عشان يبقى انت ايه فولي سكيورد. بس من حيث المبدا لو عندك سيرفر وحد له فيزيكال اكسس وانت سايب الدنيا مفتحه بقى، الباسورد بتاع البايوس مش موجوده والباسورد بتاع الجراب مش موجوده، فانت عامل لك ايه يعني؟ عامل لك ايه؟ لازم كنت اصلا مش قادر تحمي نفسك. الحاجه الثانيه لو انت عندك شركه اصلا او مؤسسه وواحد دخل خد الديسك ده اساسا، انت بتهرج بقى يعني، انت تروح تقفلها تقلبها قشه فراخ؟ دي مش منظر شركه بالمنظر ده يعني. خلاص كده؟ طيب حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشكله؟ resolve.conf وسيرش. بص يا سيدي، تعالى هنا كده، تعال كونكت على المكنه دي اساسا، مش عايز منها حاجه. يلا وحش، بما اني رحت للايه للمعلم ده فهو ايه وقف مستناني كده شويه، حاول يعمل ايه ها ريليبلنج الفايل سيستم السي لينوكس، فاكر السي لينوكس؟ طيب هيحاول يعمل ريليبل اهو. خلص اهو.
بعد كده نشوف النتورك سيرفيس قامت ولا لا. قامت اهي، بص لي كده السيرفيس اللي شغال عندي دلوقتي كده، سيرفيس نتورك ستيتس اهي شغاله، والكونفيجر ديفايس لوب باك وايثرنت زيرو، اي اف كونفيج كده ايثرنت زيرو شغال ممتاز جدا. لو جيت اقول له كده بينج او الاول كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، بص عندي كده سيرش مصطفى دوت كوم ماشي كده. طيب كلام جميل. لو جيت تقول له كده فيم اي تي سي ان اس سويتش دوت كونف، بيبص على مين الاول؟ على فايلز وبعد كده دي ان اس. طيب كلام جميل. طيب فيم اي تي سي هوستس، حلو جدا. لو جيت اقول له كده بينج على جيت واي، طب بينج على جيت واي دوت مصطفى دوت كوم شغال اهو. ايوه، حد تاني غير مهاب جرب الحكايه دي؟ حد تاني جرب غير مهاب جرب الحكايه دي؟ ماشي، فرصة أخيرة للناس تجرب بكرة وأقول لكم عليه. لا لا لا، الإلياس حاجة تانية خالص. ما تجيش تقول لي كده أمر اسمه إلياس لسه هديهولك كمان كام يوم وتقول لي إلياس هيشتغل. أكيد هيشتغل يعني، أنت كده بتهرج بقى. أنت كده بتتحايل على الحل. خلاص؟ طيب ماشي، هنسيبها. ده اللي كنت بقول عليه، الناس ما بتذاكرش، الناس ما بتراجعش. الناس ما بتراجعش. فانا مستني لحد ما الناس تراجع، حد يا راجل حد يدور طيب يقول لي اي حاجه. مفيش الا انت اللي بتذاكر بس يا مهاب، والله انت الوحيد اللي جابر بخاطري يعني. ماشي، فرصه اخيره بكره للناس، وبكره هراجع اللاب اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت. خلاص كده، بكره هراجع اللاب بتاع المره اللي فاتت. ماشي، طيب ماشي، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.